الفنانة نوال أبو الفتوح واحدة من أبرز نجمات السينما المصرية، لم تصل لأدوار البطولة المطلقة، لكن بأدوار الإغراء والبنت اللعوب علقت في أذهان الجمهور. معروفة طبعا، ممثلة قديرة، لكن حفظ الجمهور اسمها في مسلسل الشهد والدموع، إذ قامت بدور المرأة المتسلطة دولة. هنا مع محمود الجندي. قدمت نوال الإغراء بشكل جريء لتميزها بجمال كبير، ولقبت بشامة الحسن، وعليكم محطات في حياة صاحبة الشامة فوق الشفاه. فنانة نوال أبو الفتوح. هنا مع سعاد حسني. ولدت نوال في 10 أبريل عام 1940 بقرية العزيزية بمحافظة الشرقية، وتخرجت في معهد الموسيقى عام 1961 وعملت مدرسة موسيقى. هنا في شبابها اكتشفها الفنان عبد المنعم مدبولي عندما أقام مسابقة للبحث عن وجه جديد تشارك في مسرحية المفتش العام. هنا صور نادرة ليها. تزوجت من رجل يدعى سمير أبو غدارة عام 1969، وأنجبت ابنها الوحيد أحمد، لكنها طلقت بعد عام واحد من الزواج. تركت بصمة عند الجمهور، ومن أفلامها 30 يوم في السجن، وصية رجل مجنون، البحث عن فضيحة، معسكر البنات، العزاب الثلاثة، وغيرها. أنا مع فريد شوقي. واجهت الأدوار القوية والدينية، وقدمت ما يقرب من 20 مسلسلا دينيا، منها القضاء في الإسلام. وعن أدوارها في المسلسلات التاريخية والدينية، قالت نوال أنها تحاول محو صورتها السيئة في بداياتها السينمائية، كما أدت فريضة الحج أكثر من مرة. دي لقطات من أفلامها ومن أعمالها الكتيرة. توهجت كذلك في الفرسان، حيث قدمت دور الملكة شجرة الدر ببراعة حسبها لها النقاد. هنا في دور شجرة الدر. اعتزلت الفن 5 سنوات بعد بكاء ابنها الوحيد أحمد من شدة خجله من الدور الذي تلعبه في الأفلام، وعادت لتقدم أدوارا مختلفة. هنا مع ابنها أحمد، في شبه منها برضه. اكتشفت نوال إصابتها بمرض السرطان في العظام، وكانت في مرحلة متأخرة، حتى أنها أنفقت كل أموالها على العلاج، وبدأت في المعاناة لتدبير نفقات العلاج. بدأت المأساة بتاعتها. وحاول الفنان عادل إمام التبرع لمساعدتها بإيراد يوم من مسرحيته بوديجارد، لكنها رفضت العرض قائلة أنها لا تقبل إحسانا من أحد حتى لو كان زميلها. فتقدمت نقابة الممثلين بطلب علاجها على نفقة الدولة. كما رفضت أيضا العلاج على نفقة الدولة، وقالت وقتها لنقيب الممثلين: الحمد لله مستورة. كانت نفسها عزيزة. وهنشوف بقى نبذة كده عن عادل إمام وفرح ابنه مؤخرا محمد عادل إمام. ولد عادل إمام في قرية شاهة مركز المنصورة بمحافظة البقالية في مصر، تخرج من كلية الزراعة، وبدأ حياته الفنية على مسرح الجامعة، ومنها إلى عمل السينما، وكانت بدايته عام 62. وبدأت شهرته في مرحلة 70ات القرن العشرين من خلال أفلام أدى فيها دور البطولة، مثل البحث
عن فضيحة مع ميرفت أمين وسمير صبري، وعنتر شايل سيفه مع نورة، معروف جدا طبعا من أبرز أعمدة السينما في مصر. تم اختياره عام 2000 سفيرا للنوايا الحسنة في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وبذلك أصبح معروفا على المستوى السياسي العالمي. هالة الشلقاني هي السر الأكبر في حياة الزعيم عادل إمام، ورغم أنه ارتبط بها فقط ولم يتزوج من سواها، إلا أن هالة ظلت دائما خلف الستار ولم تتصدر المشهد. هالة الشلقاني مرات عادل إمام. هالة الشلقاني طلبت من الفنان عادل إمام في بداية حياتهما الفنية أن يبعدها عن الإعلام، ورغم أنه كان من الممكن لها أن تتباهى كونها زوجة الزعيم، إلا أنها فضلت أن تكون في الخفاء. وتعرفت هالة الشلقاني على عادل إمام بالصدفة، حيث كان الزعيم في منزل صديقه سمير خفاجة، وكانت هالة جارة سمير، ووقتها كان عادل بصحبة عدد من زملائه. وعندما رأوها من الشباك بدأوا في معاكستها عكس عادل الذي التزم الصمت. هالة أعجبت جدا بأخلاق عادل وبدأ يتعرفون على بعضهم وزادت الصلة بينهما، وبدأ الحب يسيطر على الزعيم رغم أنه لم يكن ينوي الزواج مبكرا، وتم الزواج. وقتها اشترط عادل إمام على هالة عدم الإنجاب. كان عادل يريد أن يتروى في مسألة الإنجاب، وخاصة أن لديه أحلام كبيرة يتمنى تحقيقها، ولكن فاجأته حالة بحملها الأول، فطلب منها عادل أن يكتفوا بواحد، ولكن تبعتها مرات أخرى عادل إمام وزوجته هالة الشلاهاني. كلها صور نادرة ليهم. وهنا بقى محمد عادل إمام ورامي سارة، أنا مع محمد عادل إمام اللي اتجوز مؤخرا، وهنشوف صور جوازه في الساحل الشمالي، وتداول رواد مواقع التواصل صورا من حفل زفاف الفنان محمد عادل إمام وعروسه نوران إيهاب المقام في الساحل الشمالي بحضور لافت من النجوم.